بعد ذلك من قبل البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعرب عن قلقه من قوة الدولار الأمريكي بمحادثات الجي 20 في ألمانيا. نرى اليورو يسجل ارتفاعات على خلفية ارتفاع العوائد على السندات الأوروبية وخاصة الألمانية. للمزيد ينضم إلينا مباشرة من أبو ظبي نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities. نور الدين أهلا وسهلا بك. ارتفاعات اليورو مربوطة بارتفاع العوائد على السندات الأوروبية، رأيك في هذه الموجة من الخسائر على أسعار السندات، هل تتوقع استمرارها؟ نعم، في ظل الوضع الحالي بالمشكلة الأوروبية نوعا ما المشكلة اليونانية، هذا الشيء لازلنا نوعا ما نتوقع المزيد من التخبط في أسواق السندات بشكل كبير، لكن في الغالب ما سنشهد نوع من التدخل من قبل البنك المركزي الأوروبي من ناحية التصريحات فقط، أي الذي قام به رئيس البنك المركزي ماريو دراغي خلال فترة ارتفاع اليورو، قام بالضغط عليه من خلال التصريحات. هذا الشيء الذي قد نحصل عليه أيضا خلال الفترة المقبلة، لكن فقط من خلال التصريحات ولن تدوم لفترة طويلة. ولكن نور الدين، ما المشكلة الأساسية في أسعار السندات؟ هل أنه الارتفاعات الأخيرة كانت بسبب بداية أنه برامج التيسير الكمي التي أطلقها البنك المركزي الأوروبي، وأصلا المستثمرون كانوا عم يشتروا السندات للتحوط من تراجع الأسعار المحتمل أو ديفليشن، الآن بما أنه الصورة أصبحت أفضل والتوقعات أنه مستويات التضخم سوف تكون أعلى، هل هذا برأيك هو السبب الرئيسي وراء ضعف أسعار السندات؟ هناك شيئين، لكن أولا من المبكر الحديث عن أنه برنامج التيسير الكمي أدى إلى نوع من التحسن بشكل كبير، لازلنا أمامنا طريق طويل للحكم على التيسير الكمي، لكن الشيء المهم أيضا أنه نسبة الضخ السيولي الذي قام بها أو شراء السندات الذي قام بها البنك المركزي خلال الثلاث أسابيع الماضية كانت أقل من المتوسط الذي بدأه فيه، بمعنى أنه هناك الكواليتي أو اللي هي جودة السندات المتواجدة في الأسواق الآن تغيرت عن ما كانت عليه في بداية برنامج التيسير الكمي. لذلك في الوقت الحالي من الممكن أن يكون هناك في مزيد من الضغط مع عدم وجود تحركات كبيرة أيضا من قبل البنك المركزي الأوروبي وهذه النسبة التي انخفضت بشكل كبير، وأيضا الحديث مرة أخرى عن وقف التيسير الكمي بفترة أقل أو أقرب مما كانت التوقعات. هذا الشيء الذي ذكر ماريو دراكي بشكل واضح أنه لن يتم وقفه قبل العام 2016. حتى تتمركز الأسواق نحو هذه التصريحات ونحو حل المشكلة اليونانية ستستمر هذا التخبط دون تغير. بالتالي هل هناك مستويات مستهدفة بشكل سريع لليورو أمام الدولار؟ طالما نحن فوق مستويات 1.10، لا زالت مستويات 1.14 قد نشهدها مرة أخرى. اليوم عدنا إلى مستويات 1.12، لكن هذه المستويات التي نتطلع عليها في ظل انتظار الجميع لقرار البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، فيما لو لم يقوم برفع أسعار الفائدة قد نشهد مستويات 114 بشكل سريع. شكرا لك نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities، شكرا جزيلا لك. وقفة مع فاصل، نتابع من بعدها أيضا في جرس